لسه مع الكرة المصرية، لكن هنحكي كواليس بتحصل في اتحاد الكرة ولجنة التحكيم تحديداً. البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام متمسك بقرار تطبيق تصنيف الحكام اللي كنا قلناه قبل كده طبعاً، يعني هنا في 7 ديزبورد، وفقاً لدرجة الدوري. يعني هيبقى فيه حكام للدوري الممتاز، عدد معين من الأطقم التحكيمية هم اللي هيديروا المسابقات المسابقة كلها في الدوري الممتاز يعني، ودوري الدرجة الثانية مجموعة حكام مختلفين عن الدوري الممتاز، وبعد نهاية الموسم يعمل تقييم يشوف مين يكمل للدوري الممتاز ومين ينزل للدرجة الثانية ومين يطلع من الثانية للممتاز وهكذا يعني. طبعا قرار بيريرا عامل حالة جدل كبيرة جدا بين الحكام، لكن أعتقد أنه قرار سليم وبشكل كبير جدا هو قرار صحيح. كمان حصل حالة من الخلاف بين بيريرا ومجلس إدارة اتحاد الكرة بخصوص تشكيل لجنة الحكام. بعد ما بيريرا اختار بعض الأسماء اللي عرضناها أيضا هنا، اعترض مجلس الإدارة يعني عليها بشكل مباشر، والمفروض أن النهاردة يتم إعلان التشكيل الجديد للجنة الحكام بعد جلستين عملهم مجلس إدارة اتحاد الكرة طبعا مع بيريرا، الأولى في اسكندرية لو تفتكروا الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبل حلقتنا كمان، والتانية في مقر اتحاد الكرة في منتصف الأسبوع الحالي. بيريرا أبدى مرونة في أنه هو يغير بعض الأسماء اللي اعترض عليها مسؤولي اتحاد الكرة، منهم طبعا كابتن تامر الدري والسيد مراد، الاسمين اللي احنا قلناهم تحديدا اللي كان بيريرا مصمم عليهم، لكن اتحاد الكرة اعترض وقدم له اسمين جداد هم احمد الجرحي واحمد ساهر، والخواجه قال انه ما عندوش مشكله، يعني الراجل مرن جدا في التعامل، ولكن حتى الان مجلس اداره اتحاد الكره معطل اعلان التشكيل الجديد للجنه الحكام ومحدش عارف السبب الحقيقه عامر، لكن المفروض انه هيتم الاعلان النهارده. بيريرا كمان بدا يعمل تواصل مع الحكام وبيحاول يتخطى المرحله الحاليه يعني لحد بدايه الدوري علشان الدنيا تمشي وفي الامور تبقى مستقره بالنسبه له، الراجل بيحاول يتواصل بشكل مختلف كمان، وده كان نص رسالة بيريرا للحكام وكمان بقية المنظومة يعني. ماشي فيتوريا، رسالة السيد فيتوريا فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية لجميع عناصر كرة القدم المصرية: أعزائي الحكام، الحكام المساعدين، المراقبين، المدربين وزملاء لجنة الحكام في الأفرع المختلفة، أفراد عائلة كرة القدم الأعزاء، حيث أن التواصل هو من أهم عناصر المجتمع الحديث، وعلى هذا السياق يهدف الجميع الأطراف المعنية على الاطلاع دائما بشكل مباشر بنشاط تحكيم كرة القدم المصرية. تعيد لجنة الحكام تفعيل قنوات التواصل الاجتماعية حيث يمكن للجميع العثور على أخبار موثقة ومحدثة، كما يمكن العثور على تعيينات جميع المسابقات المحلية والدولية، وبالتالي نأمل تحسين تواصلنا مع الجميع مشجعي كرة القدم والمساهمة في توفير معلومات أفضل وأكثر كفاءة ودقة. فيتوريا بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية. الراجل هو قدم السبت يا جماعة وقال لكم أنا أدي رقمي، أدي طريقي، أدي المكان اللي أنا فيه. الراجل بشكل مباشر عايز أتواصل مع الناس كلها، والراجل مرن مش مصر على أسماء معينة، يعني محدش موصيه على أسماء معينة ولا حاجة، هو الراجل عنده مرونة في أنه هو ماشي، مش عاجبينكم دول طب أنتوا عندكم مين، أنا عايز ناس بكفاءة معينة. أنا بس عندي تعليق وحيد على اتحاد الكرة، ده راجل خبير أجنبي متخصص في التحكيم، ليه بنتدخل في كل حاجة؟ أنا مش عارف مين في اتحاد الكرة خبير أجنبي أو ليه خبرة تحكيمية عشان يتدخل في قرارات الراجل، دي حاجة. الحاجة التانية، إحنا عندنا وشوش ثابتة سواء في اتحاد الكرة أو في الرابطة أو في أي مكان في الرياضة في مصر عموما، وشوش ثابتة ما بتتغيرش، ما تسيبوا الراجل ده يغير فيها، يمكن التحكيم يتعدل، يعني يمكن الراجل ده يعدل الميلة. ما إحنا بقالنا 3-4 سنين في مشاكل تحكيمية كبيرة جدا، مش تحكيميه بس بالمناسبه، يعني اداره كره القدم كلها هم وشوش ثابته، ما حدش بيتغير منهم، ما اعرفش ليه، مش فاهم ايه الفكره. يمكن اهم قرار خده رئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مكن الشباب في اماكن كتير جدا، خلاهم نواب محافظين ونواب وزراء واداهم اماكن كتير جدا، وكمان غيرنا وشوش بقى فيه فرص لناس كتير بحيث انه يبقى فيه كوادر. كلمه كوادر اللي انتم بتقولوها دي بتتقال على نفس الوشوش بقالهم 20 سنه، ما نشوف بقى كوادر فعلا، يعني ما تشوف اماكن كتيره يعني. يعني اتمنى يبقى في نقاش حوالين الامور دي، واتمنى ان انتوا تدوا الراجل فرصته انه يكون يعني ياخد الفرصه كامله في ان هو يشكل لجنه التحكيم ويبقى ليه قراره في كل الحاجات الخاصه بالتحكيم، سواء اداره مباريات سواء عناصر تحكيم كل حاجه، اتمنى يعني.